ما فيش شك انه في نجاح دبلوماسي عربي اتحقق في الحصول على تأييد المشروع القرار العربي امام الجمعيه العامه للامم المتحده واللي بيدعو لهدنه انسانيه فوريه في قطاع غزه. خلينا نعرف تفاصيل اكتر من الدكتور محمود سلامه الباحث في المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجيه اللي معانا على التليفون. صباح الخير يا دكتور. في البدايه لما حضرتك تقول لنا ايه اللي بيشمل عليه المشروع القرار العربي قدام الجمعيه العامه للامم المتحده؟ صباح الخير على حضرتك وعلى الساده المشاهدين. يعني خلينا نتكلم انه مشروع القرار اللي تم اقراره بموافقه 121 دوله من الدول الاعضاء في الجمعيه العامه للامم المتحده هو كان في الاساس يعني بيستهدف وقت فوري لاطلاق النار، ولكن بسبب ادخال بعض التعديلات عليه من كندا تم تحويل المصطلح المستخدم الى هدنه انسانيه متواصلة تفضي إلى وقف القتال. فالجزء الرئيسي أو الهدف الرئيسي لمشروع القرار هو وقف إطلاق النار أو الدخول في هدنة إنسانية طويلة لضمان إدخال المساعدات الإغاثية اللي بترفض دخولها قوات الاحتلال منذ بداية الصراع أو بداية التصعيد الحالي. مشروع القرار وافقت عليه 121 دولة، في بعض الدول امتنعت، وأيضا يعني الولايات المتحدة، إسرائيل، النمسا، الباراغواي ومعها مجموعة من الدويلات الصغيرة أو الجزر هم دول اللي كانوا رافضين للقرار فقط. فإحنا بنشوف أنه 40 دولة رافضين لهذا القرار؟ لا، 44 دولة امتنعت عن التصويت، 14 رفضت 14 رفضوا القرار، وكان يعني زي ما قلت كده ال 14 دولة دول عبارة عن الولايات المتحدة، إسرائيل، النمسا، والباراغواي. دول يقال عنهم إن هم يعني دول بحجم كبير أو ليهم وزنهم، ولكن العشر دول الباقيين هي دويلات صغيرة أو جزر تابعة للولايات المتحدة أو يعني بتتبع السياسة الأمريكية. الفرق كبير يا دكتور محمود، أعتقد يعني لما نيجي نتكلم في 121 دولة مقابل 14 دولة فالفرق كبير جدا، لكن من المعلوم إن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة هي غير ملزمة. طيب ازاي ممكن نبني على هذا القرار؟ هل ممكن يكون ليه تأثير ولو حتى معنوي، ضغط بأي شكل من الأشكال؟ احنا دلوقتي بنستخدم المشروع القرار او الموافقة اللي تمت على مشروع القرار لحشد الرأي العام الدولي ضد الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية. اليوم ان شاء الله في جلسة اخرى لمجلس الأمن يعني بتنادي بوقف فوري بإطلاق النار والدخول في هدنة إنسانية عاجلة. المشروع القرار تقدمت به الممثل العربي في مجلس الأمن الإمارات. من المتوقع إن شاء الله إن احنا اليوم يصدر قرار أو إلزام لقوات الاحتلال بوقف الانتهاكات والاعتداءات الجسيمة على الفلسطينيين في قطاع غزة، خصوصا مع تغير ملحوظ في النبرة أو اللهجة المستخدمة في الخطاب الأمريكي. السيد الرئيس بالأمس استقبل اتصال هاتفي من الرئيس الأمريكي جو بايدن تحدثوا عن ضرورة مراعاة الأوضاع الإنسانية في فلسطين ووقف الإطلاق النار أو الهدنة، الدخول في هدنة إنسانية عاجلة لإدخال المساعدات ووقف تهجير الفلسطينيين من الشمال إلى وسط وجنوب القطاع. خلينا نتكلم عن تأثير القرار ده على مجريات الأمور في الحرب. احنا شايفين ان الدبلوماسية العربية بتحاول وبتسعى بكل جهدها وعلى رأسها الدبلوماسية المصرية في انها توصل لوقف فوري لإطلاق النار. إلى الآن هناك دول لا تخجل من ان تعلن عدم تأييدها لوقف إطلاق النار. برضو خلينا نتفق انه الدول ترفض وقف اطلاق النار هي اصبحت دول قليله جدا. حصل تحول كبير بسبب الخطوات الدبلوماسيه المصريه والعربيه، وده اثر بشكل كبير على مجريات الاحداث سواء كان على المستوى الرسمي او على مستوى شعبي في شوارع المدن الغربيه او في الولايات المتحده نفسها. ابتدينا نشهد تظاهرات في الشوارع لمراعاه الوضع الانساني والوقف الفوري للحرب على غزه. الاختراقات اللي حصلت يعني واضحه او ملحوظه بالنسبه لنا، لانه في بدايه التصعيد كان الصوت الغربي بيدعم بقوه الموقف الاسرائيلي وادعوا انه ما تقوم به اسرائيل في الوقت الحالي هو حق الدفاع عن النفس. لكن زي ما قال السيد الرئيس اكثر من مره وشهدنا في لقاءاته ومحادثاته مع رؤساء الدول ورؤساء الحكومات الغربيه
انه ما تقوم به اسرائيل هو تجاوز حق الدفاع عن النفس. شهدنا ايضا تصريحات الامين العام للامم المتحده انطونيو غوتيريش اللي بيقول ان الوضع في غزه بيزداد بؤسا ساعه بعد ساعه، لانه بالفعل الفلسطينيين في شمال غزه بعد القصف المستمر عليهم ابتدينا نشهد انه مدارس الاونروا او المراكز بتاعت الاونروا بتضم يعني احنا في عندنا 640 الف فلسطيني بيعيشوا في 150 مركز فقط، يعني الفرد هناك بينتظر في طابور قوامه 4000 شخص عشان يحصل على 10 ارغفه خبز وزجاجه مياه. ده وضع انساني ماساوي يتطلب التدخل الدولي العاجل لوقف الانتهاكات الاسرائيليه ومنع تهجيرهم من الشمال الى الجنوب وليس تهجيرهم الى الدول الاخرى. يعني الوضع الحالي بينذر بكارثه انسانيه وانتشار امراض بين الفلسطينيين، فبالتالي ان شاء الله النهارده جلسه اليوم في مجلس الامن تفضي الى قرار يعني ينص او يلزم قوات الاحتلال بالتوقف الفوري عن اطلاق النار او الهدنه الانسانيه العاجله. طيب هل تتوقع ان الجلسه النهارده تشهد فيتو من الولايات المتحده الامريكيه؟ يعني انا زي ما قلت لحضرتك ان هو كان دايما من بدايه التصعيد يعني شهدنا دعم غير مشروط من الولايات المتحده لما تقوم به قوات الاحتلال من ممارسات وانتهاكات ضد الفلسطينيين، لكن على مدار اليومين السابقين وبدايه من التوغل البري اللي بتقوم به والخطف العنيف اللي بتقوم به قوات الاحتلال ابتدى يبقى في تغير في اللهجه الامريكيه. مستشار الامن القومي الامريكي بيخلي مسؤوليته من الممارسات اللي بتقوم بيها اسرائيل في الوقت الحالي، ومكالمه الرئيس جو بايدن للرئيس السيسي بالامس بتنبئ انه يعني احنا هنشهد انفراجه قريبه فيما يخص الهدنه الانسانيه وادخال المساعدات للفلسطينيين. خلينا نتوقف عند هذه المكالمه. امبارح جو بايدن الرئيس الامريكي للمره الثانيه في خلال هذه الازمه يتلقى الرئيس السيسي مكالمه هاتفيه منه في يعني هذا الموضوع وفي سياق الازمه، يمكن الثالثه عفوا مش الثانيه. ده بدليل على ايه؟ على نجاح الدبلوماسيه المصريه؟ ده دليل على قياده مصر لهذا الملف؟ ده دليل على ان مصر قدرت تساعد في بقوه في اعاده الامور لنصابها عالميا؟ يعني برضو كل حاجه قلتيه صحيح تماما. الدور المصري في دعم القضيه الفلسطينيه يعني دعم غير مشروط وغير متناهي. منذ بداية التصعيد مصر أخذت خطوات متدرجة ورسائل متنوعة، يعني سواء كان في حشد الرأي العام العربي والدعم العربي خلف القضية الفلسطينية والاتفاق على موقف موحد يرفض التهجير أو يرفض تصفية القضية الفلسطينية، وده كان واضح جدا في التحركات الأخيرة، تحركات عربية موحدة. شهدنا مشروع القرار اللي تقدموا به للجمعية العامة للأمم المتحدة، ده كان مشروع قرار عربي بالكامل. أيضا اليوم بنشهد أنه الإمارات العربية المتحدة الممثل العربي في مجلس الأمن بتتقدم ب يعني طلب عقد جلسة طارئة بناء على طلب عربي، فإحنا عندنا رأي عربي أو موقف عربي موحد في الوقت الحالي. النقطة الأخرى أو الجهود الأخرى كانت موجهة إلى الدول الغربية ورؤساء الدول الغربية ورؤساء حكوماتها، إنه ما تقوم به إسرائيل ليس دفاعا عن نفسه إنما انتهاك لقانون الإنساني الدولي. ما تقوم به إسرائيل يعد إبادة جماعية، ما تقوم به إسرائيل يعد ضمن جرائم الحرب ضد الفلسطينيين، إلى أن يعني شهدنا خلخلة أو تغير في الموقف الغربي. شهدنا أنه فرنسا بعد ما كانت بتدعم بقوة ما تقوم به قوات الاحتلال شهدناها بتوافق على مشروع القرار العربي في الجمعية العامة للأمم المتحدة. إذن الجهود المصرية سواء كان على المستوى الدبلوماسي كانت متدرجة ما بين رسائل متنوعة للعرب والغرب، والجهود الإغاثية الإنسانية دعت مصر إلى حشد الجهود الإغاثية في مطار العريش، وكل يوم بنشهد طائرات المساعدات قادمة إلى مصر لإدخالها، وبالفعل تم إدخال أكثر من 130 شاحنة من المساعدات الإغاثية والغذائية للفلسطينيين، والتحالف الوطني العام الأهلي السنوي أيضا يحشد الجهود الإغاثية من الداخل المصري وتوجيهها إلى معبر رفح لإدخالها إلى قطاع غزة. في الحقيقة دكتور محمود، وهو ما يتفق مع كلامك برضو وأنت بتقول إن في تغير ولو طفيف في السياسة الأمريكية مما يحدث الآن،
جو بايدن بالأمس بعد مكالمة مع السيد الرئيس في تصريحات قال الولايات المتحدة الأمريكية ترفض نزوح، ودي أول مرة يستخدم هذا المصطلح، ترفض نزوح الفلسطينيين خارج أراضيهم. يعني هو في البداية لم تكن تؤيد بالشكل الواضح، لكنه كان مفهوم للكل بأن هناك الضغط من الشمال إلى الجنوب سيولد في النهاية نزوح، لكن مصر كان موقفها واضح من البداية دكتور محمود، وقالت أنه لا نرفض هذا رفضا قاطعا نزوح الفلسطينيين، وأيضا شاركتها في ذلك الأردن لأن في ذلك تصفية للقضية. بالضبط، يعني الموقف الداعم الأمريكي كان يعني زي ما قلنا دعم غير مشروط لكل الخطوات والتحركات اللي بتقوم بها قوات الاحتلال في غزة، يعني مرورا بدعوات التهجير والنزوح الى الجنوب او الى سيناء من خلال معبر رفح كما شاهدنا في بدايه التصعيد، دعوات متحدث باسم جيش الاحتلال، وايضا توزيع المنشورات المطبوعه على الفلسطينيين للنزوح والخروج من الشمال الى الجنوب. هنا احنا بنتكلم بعد 3 أسابيع او اكثر من النزاع او الصراع، يعني بنشهد تغير في الموقف الامريكي بسبب الضغوط، يعني اصبح هناك ضغوط من الديمقراطيين انفسهم على الرئيس الامريكي جو بايدن لوقف الانتهاكات في الاراضي الفلسطينيه. فالتغير اللي حاصل في الموقف الامريكي الان برفض نزوح او فعلا في نفس السياق في تقرير يا فندم زي ما حضرتك بتقول كده، استطلاع جديد لمركز جالوب بيقول تراجع شعبيه الرئيس جو بايدن بين الديمقراطيين الى مستوى متدني خلال الفترة الحالية، تقريبا 11% من الدعم الديمقراطيين في ده في شهر واحد بالضبط، يعني بعد بسبب الحرب الحالية بسبب دعمه الأعمى لقوات الاحتلال في ممارساتها ضد الفلسطينيين خسر تقريبا 11% من دعم الديمقراطيين له، في وده هيأثر بشكل كبير على يعني نسب نجاحه في الانتخابات الرئاسية القادمة. شكرا جزيلا دكتور محمود سلامة الباحث في المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية.